بالنسبه لكم كاين الحركه في هذه الايام اللي كتزامن مع الحظر الصحي ورمضان على الابواب زعما؟ هذا العام ماشي بحال الايام رمضان اللي داز، هذا العام ناقص شويه مع الناس مع الحظر الصحي وهذا الشيء، الناس مخفقه قليل، بعض الناس اللي يجي يتقداو شي ديال السلو لوازم ديال السلو قليل. شنو ما السلعه اللي عليها الاقبال بزاف؟ بحال جنجلان، بحال اللوز، شي ديال السلو، شي حوايج مهم هذا قليل الناس اللي تياخذوا، ماشي بحال الرمضانات اللي دازوا قليل. لقيت السلعه كلها اللي بغيت، ولكن الاثمنه زايده ماشي بحال العام اللي فات. وشنو السلعه اللي كتقداي هنا بالضبط؟ شنو كتبغي لرمضان؟ جلجلان، النافع، داكشي القوام كله ديال السلو، والقوم ديال الشباكيه، والاقامه، البزار، الخلقوم، البلدي، العطريه كامله ولدي. بالنسبه واش كيبان لك الاقبال عادي بحال الاعوام اللي فاتوا ولا تاثر شويه بهذا الشيء ديال الكورونا؟ تاثر الدنيا شويه، الدنيا خاويه والناس معطرين والناس خايفين، ماشي مني وجبد. بالنسبه للسلعه، السلعه موجوده الحمد لله كاينه، ماشي الاقبال قليل، ما كانش ماشي بحال الايام العاديه اللي كانت رمضانات اللي فاتوا ولا هذا السنين الماضيه. شنو السلعه اللي كتقدا انت بالضبط؟ السلعه ديال شهر رمضان تقريبا اللي كتعرف، التمر، الزنجلان، اللوز، القرقاع، وداك كل شيء اللي كيخص يديروا في السلو، داك المسائل هذا. والأثمنة كتلقاها هي هذيك؟ لا، الأثمنة أنا متعود ديما كنتقدى تقريبا هنايا، أنا ساكن هنا قريب، أسبوعيا كنتقدى من الأسبوع لأسبوع. كاين شوية مول التمر تكلمت معاه، زيد واحد 15 درهم كناخذ التمر، زيد عليا 15 درهم، قلتها ليه، قال لي راني تانا شاريه هذا بالغلا، داك الشيء علاش، هذا اللي كاين. اش غنقول لك، هذا العام هذا ماشي بحال العامات الآخرين، اللهم لك الحمد، حمدنا الله وشكرناه، وكنا تنبيعوا فلوس صحيحه بصراحه، ودابا والو، دابا اش غنقول لك، والو، تتسنى كليان واحد جوج ثلاثه هادشي اللي كاين في النهار. باقي ما تقديناش، ولكن ان شاء الله غادي نتقداو هاد السيمانه، ان شاء الله غنبدا، ماشي هاد السيمانه، هاد اليومين ان شاء الله. والسلعه واش كاينه في السوق هاد الايام ولا لا؟ كاينه الحمد لله، الخير موجود، الخير موجود، كل شيء اللي حطيتي على يدك رخيص زعما، كل شيء موجود، هادشي ديال اللوز، القرقاع، هادشي كل شيء ديال القطنيه، داك الفواكه الجافه، داكشي ديال السلو، ديال السلو. انت شنو غتقداي في هاد الايام هادو؟ غادي نتقدى على شويه العطريه، شويه ديال الخضره، شويه اللحم، الدجاج، الحوت، هادشي اللي غادي نتقدى. مقدي هنا شويه السلعه، شنو هي السلعه اللي كتحتاج في رمضان واش كتلقاها موجوده في المحلات في هاد الظرفيه ديال الحجر الصحي؟ فخويا السلعه اللي كنحتاجها في رمضان موجوده، كاينه موجوده في اي محل، الهريات، المارشيات، السوبر مارشي، كاع السلعه كاينه، والاقبال على هاد السلعه هادي اخويا كتبان ليا الامور عاديه زعما، مع كورونا ماشي ديك اللهفه كيف كانت في السابق، فكيبان ليا الناس كتقداو عادي، كياخذوا هاد السلعه ديال رمضان، الفرماج، الدقيق، فلون، كلشي كياخذوا، كتبان ليا السلعه موجوده.